زي مين هو الجروب الرئيسي، تبدا تشاور له مثلا على سوفت وير كومبوزيشن 1 او كومبوزيت 1 اللي انت لسه معرفه. يبقى انا كده معرف هنا كام سوفت وير كومبوننتس. بورت نفس النوع تايبس دو ديليجيت، ديليجيت اللي انت تخرج البورتس تو اوتر كومبوزيشن. عشان لا سوري، الاول هنعرف الانترفيسز. يعني الاول خلينا كده ايه، نعرف الانترفيسز الاول بس توصلها. فهي من نوع من انواع السوفت وير كومبوننت بروتوتايب اللي انت معرفها في الكومبوننتس اهي. تمام. طب اسم موجود فين؟ سوفت وير كومبوننت. نبدا بقى تمام. تعالى بقى نعرف الرنبل انتيتي الثانيه. الرنبل انتيتي الثانيه اللي هي واحد بيجمع الاثنين كومبوننتس اهي، وهعمل بقى اوصل الوايرز ببعضيها اوصل وتعرف كل حاجه فيها والبورتات وكل حاجه. قلنا الريد دور سنسور. الريد دور سنسور اللي هو مين؟ اي جنريت بعمل معاك التست ده دي اسم السوفت وير كومبوننت. تعالى هتقول رايت شانل، ما انت الستيت ده جواه الليد اون يا ليد اوف. بس يعني انا هتقول لي بس انت تعملها ازاي؟ هقول لك انا عامل اي اكس اف باب مقفول، وعشان كده على طول اللي بدايه ب 1 ايرور. اوكي يعني مفيش ايرور، ايرور نوت اوكي يعني مفيش، يعني ايرور اوكي ارجع زيرو زيرو. نشيل ال مكانهم فين، نعرف بقى تاني. احنا عندنا سوفت تاسك في الاخر بس ليها هايست بريورتي عن التانيين، والاو اس عشان هي اوتو ستارت راح شغل تاسك واحد، تاسك واحد راحت على طول من السسبندد للريديو، من الريديو او اس مثلا اشتغل وراننج. اول مره هتقول يا اكتيفيت تاسك 2 اللي اعلى من تكسبر بيز، غير البارامتر اللي اسمه تكسبر سكند. تكسبر مية تكس انبوت دي له كونفيجر برامتر ان هو يتكرر كل تايم معين انا عايزه. فانا مثلا هنا بقول كلهم يقعدوا الايرور ستيتس يعني. تمام. النمبر اوف كورز او اس نمبر اوف كورز عايزه بكام؟ فهو بيوز فاليو انترنالي ديبند اون اي سي انت ده ليه كود ستلنا يا عم اي ان اي عشان يقدر يعمل ريدنج للسندر ريسيفر بورت بتاعه عشان يجت يجت مين السندر ريسيفر بورت. طبعا وانت بتسيب
اول ما بعت لها الليد ستيت كوماند. الميك ده عشان احنا في التيرمينال نقدر نستخدم الميك كوماند عشان نبدا نندح على الميك. بعد كده بتيجي هنا في البرامج تمام. تعالى بقى نخش على نعرف ايه تاني. نعرف بقى التاسكات. احنا كده ناقص لنا التاسكات. تعالى نعرف الاو اس تاسك. الاو اس تاسك بقى لما نيجي ندوس عليها اول تاسك اهي هنسميها ايه بقى التاسك الاول. مش مشكلة بالنسبة لنا الارم 1. طبعا عايزين نعرف الترتيبات دي معناها ايه. هنيجي هنا وندوس كنترول الابلكيشن لاير ان الابل هنلاقي بعد كده ده جزء بتاع الميموري درايفر. ده بيبقى درايفرز الاون تشيب ميموري ديفايسز. الاون تشيب اللي هي معناها الانترنال ميموري ديفايسز زي الانترنال فلاش. بيكون عندك الجزء بتاع الفانكشنز ده. في جزء تاني بيقول لك كول باك فانكشنز اند نوتيفيكيشنز. دي بتكون النوتيفيكيشن بتاع الفانكشن دي من اللييرز اللي تحتها. جريت الموديول ده مع الاوتوزار ستاك اللي عندك. مثلا مديفاين خلينا ناخد الحاجات اللي احنا مهتمين بيها دلوقتي اللي انا عايز اقوله لكم. الاذر اوتوزار موديول ديبندنسي مثلا هنا بيقول لك ان لازم الديت يكون عندنا. لو احنا عاملين اكتيفيشن ليه البيز موديول لازم يكون موجود عندنا. الريسورسز لازم يكون موجود عندنا برضو. الار تي اي خلينا ديت نسيبها بعدين. بس هنا مثلا جزء مهم بقى والبندنج. تعالى بقى نشوف لو انت كنت خليت انت الترانسميشن مود بتاع البي جي يو خليته بريودك. ده حاجه حلوه قوي. ده معناه ان انا كسيجنال زي طبعا الترانسفير بروبيرتي بتبقى على مستوى السيجنال. اما الترانسميشن مود هيحصل له تريجرد كل تي سي تايم. والتي سي تايم بتاعي بكام؟ ده انا كاتبها غلط. التي سي تايم بتاعي بواحد. واحد يعني واحد ثانية. يعني التي سي كده دي مش عايزة تتأكتف. انت لو في ريبيتيشن يبقى هو كده يقول انا اول لو الريبيتيشن بثلاثه يبقى انا كده بعت. فلترنج فيتشر بتاعت النهارده. يعني في حاجه عشان انا باكستراكت السيجنال من الاي بي جي يو اللي جاي لي
واشوف وحقق الكونديشن. ابعت يا عم يعمل ايه؟ هيقعد ينكريمنت واحد اتنين مجالي تلاتة اربعة، او لو لقى وزين الرينج ده الكاونتر ده ما تصفرش لسه سيجنال، لقى السيجنال من جوه البي جي يو هي اي بي سي دي، وانت فتح للسيجنال السبيسيفيكيشن عدد الورق فيها كتير جدا، فعلى from the communication module to the ماشي التلو اللي من نوع الترا الاي بي جي الاوتوزاركم ستاك ده بيبقى فيه ايه؟ فيه داتا باص وفي نتورك كنترول باص. الداتا باص كوم جي راوت باص ترانس باص تي بي ترانسبورت للبروتوكول وانترفيس كان ميكال بيتشيك بريودك على الريجسترز. تمام اين ان انت حاطه؟ طب بنعمل كده بمية او ممكن اخليه بمتين، بمتين مثلا خلاص. تمام تمام البيس سوفت وير اللاير ده بيتقسم حاجه، هنشوف بقى بعت ايه. يعني معظم الناس بنكون في جر حلو جدا ماشي. خلينا ناخد الكومبوننتس 1 باي 1 ونعرف ايه الفيتشرز بتاعتهم وايه هي الكابابيلتيز بتاعتهم. اولا النون فولاتايل ميموري مانجر او الام في رام مانجر، ده لو مهمه ما تضيعش، ودي برضو حاجه مهمه ماشي. موديول ديفينيشنز يعني دول شبه ايه؟ شبه نفس الكلام، شبه الام في ام كومن والام في ام بلوك ديسكريبتور. في جنرال شبه الام في ام كومن، جنرال برضه كونفيجريشن. زي ايه جنرال كونفيجريشن؟ طيب الفي قلنا ان هو اساسا اختصار ايه؟ فلاش اس كيو ار بي روم ايميوليتور، صح؟ طيب ده معناه ايه؟ ان هو كل كلاستر في سوري 8 سوك بيبدا برضو ان انت تنزل من 1 ل 0 هنا الهاي ازيكم يا شباب يا
بيشوف البريورتي مين قبل مين او مين يتبعت الاول. هنشوف الكلام ده بعد شوية. تمام. في بارامترز بنيجي نقول الريفرنس. فاكرين لما كنا بنقول at reference؟ حلو قوي. طب تعالى بقى نبعت واحد ريجستر اي دي اللي هو ده وده ونقول له is volt. فعشان كده احنا بنقيس ال TX وال RX الديباجر بتاع ال معناه ايه؟ ده كده بقول له مرحله تكنولوجيا يعني كمان الاسلوب بيقول لك ده عباره ايه لو انت بتسمع. تعالى بقى نشوف بتايه واحده كده. يعني مثلا دي بيت رقم ساعتها انت ده لو الماسك بتاعه مفتوح ارجع بقى للانتربت. بس الجي تي جي ايكوال ايكوال 0x030 يبقى بتاعته هو. تخش له على ازيكم يا شباب مكان بيسامبل منه. فالمكان ده بيبقى ليه رينج معين اللي هو بيبقى على الاقل 70% من البيت تايم. زيرو انت كان بيجي لك ايه؟ بيجي لك اكنولج. دلوقتي ما كانش متوقع يجي لك اكنولج. اما انت دلوقتي عشان شغال نورمال مود هو متوقع ان يجي لك ايه؟ يجي لك الاكنولج. تمام. فهو ما جالكش الاكنولج فاعتبرها ان دي كده في تاب واحد ما عملش توجل. وبص عمال يبعت الفريمز دي كلها كل فريم او انت كنت في المين في الحته دي خلي بالك من حاجات زي كده. تاور واحد حاجة لازم اللي انت يا شباب بص معايا هنا عايز ترسيف الارم على فكرة اتنين دول ما تغيروش واخر واحد ده اللي حصل اوفر رايت عليه كذا مره لحد العشر. عشان كده كان في فيتشر احنا كنا قافلينها فاكرين خدناها في كيس ستادي 1. ايه الفيتشر دي يا شباب؟ اللي هي الفايفو بلوكد ولا مش بلوكد؟ احنا عاملين له ديسيبل للبلوكينج. بس لو كان البلوكينج انيبل كان هيسيف كام؟ واحد واثنين وثلاثه لحد ما تقراهم. طب جالي اربعه هديسكارده، خمسه هديسكارده، سته دي رقم 3 اللي احنا كنا شغالين بيها. بتقول ايه؟ بتقول ان احنا دلوقتي عندنا الـ ECU 1 اهي والـ ECU وده الـ ECU 2 تمام وده
طبعا استنى يعني، لو انا حبيت ان انا اشرح لك هنا احسن. تمام. وقلنا الدرايفرز حلو قوي 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 قوي. اكسلريتور زيرو، اكسلريتور بدأت تنزل لحد ما وصلت للزيرو. سوري، قفلت البتاع. كده تعالى، كده احنا عملناها ايه؟ عملنا فعلا الكلام ده، بس ده كان discrete مش continuous. احنا عايزين نعمل الكلام ده continuous. يعني ايه continuous؟ يعني كل مثلا واحد، كل 100 ملي او كل ثانيه يتشك على الزرار انا دايس اون ولا اوف، ويبعت اوتوماتيك، ما يستناش اللي انا ادوس انا. يعني انا دايس اون كل 100 ملي او كل 1 سكند انا دايس اون، يبعت هو اوتوماتيك ان اكسلريشن اون. فالاكسلريشن اون يقعد يتبعت ايه ورا بعضه على طول، اون 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 45 48 عماله ايه، وهنا ايه الزيرو، وهي ايه بتبعت وزي الفل. نرجعها تاني عشان ايه تتفرج زي ما انت. السبيد ميتر انا عايز ونسيفه على كده. هنيجي بقى في اليو اي هدوس تاني، اديته امر تاني بزيرو.